دكتور ابو نايف راعي مبسط الخضار في شارع الستين، اللي دائما يبدعنا الحقيقه بالقصص الجميله والاشعار الجميله. اليوم حضينا هالليله معه بقصه جميله، نبي يهديكم ابو نايف اياها هذه. يلا تفضل ابو نايف. مساك الله بخير طعمك. الله يفك. والله يا اخي عندي قصه ايه وجيت لي بالحيل، وافتخر اني صراحه اسولف. تسلم. هذا في شيخ من مشايخ حرب منور اسمه حجر فدويب، كريم وفارس ورجال ما شاء الله، يعني مذكور بالخير. فيوم من الايام كل ما شدوا ربعه عطوه بعير، ولا منهم انزلوا ولا ما فيهم ولا واحد يشب نار، لان ما عندهم شيء يطبخونه ولا شيء. جاء وذبح البعير اللي يعطونه اياه، ها، ووزع عليهم. ماشي كريم ذا ماشي. ايه هم كل شب نار وقعد يطبخ. قالوا حجر في دويب ذا كل ما اعطانا بعير راحوا وذبحوا واعطاناه قطع لنا. ما شاء الله. لكن نبي نسوي له خطه اخذ يتوب عن هالشغله دي. نبي نشد ونخلي. يوم جو عند هاكا ديره بها، ما هي ديره صحراء بس بها قليل ماء، وامرحوا. ويوم جاء نصف الليل يشدون يخلون وهو نايم هو زوجته. يوم قام الصبح يصلي ولا ما فح، رايحين اهله ربعه وراحوا مخلين. هم مو مخلينه بس خطه، يعني غادي يتوب عن هالبعير. كل ما حطوهم بعير اذبحوا وحطوهم اياه. المهم راحوا خلوه. يوم اصبح وطال يوم اصبح طال عمرك ولا بهاك الضلع به رجب فوق، ويروح له هالظل. يوم رقى يوم ناظر لهاك الداب الأعمى، يوم انه طلع وركز رقبته فوق وفتح فمه، ولا يوم جاك العصافير ولا يوم وقع به يحسبونه خشبه وهو ياكل. والثاني المهم ايش، ثنين او ثلاثه لين شبع وينكف بجحم داب وهو يرجع زوجته. قال انا اللي ضاقت علي توسعت، ماني مسيكين ان همومها تشايله شايله، يرزقني رزق الهوايش بجحورها، لا خايله برق ولا هي بحايله. سبحان. ايوه المهم الشولة سلمك الله. قالوا ربعنا بنرسل لها اثنين على دبلين ونبي نشوف وش يقول عنا وش اخباره. ارسلوا له اثنين. يوم اقبل عليه بالليل وهو يعقلون الجيش جيشهم، عقلوا هاك الشعيب ما هو بعيد عن البيت، ويروح يوم. يا ولد يا راعي البيت يا راعي البيت. قال يا هلا ومرحبا حياكم الله. قال فارس ومن فريس حر ما هو بلعبه. قلت يا رجال هو يقلطون ولا ما يعرف، ويشب النار ولا ما عنده شيء يذبح لهم، لا عنده غنم ولا عنده بعرين ولا ما عنده شيء. المهم الشول ويحط القهوه ويحط التمر وناظر، ولا ثيابه متقرفطه من وراء، وناس قالوا ان زوجته اللي بعلمته هو وفيه، وناس لا قال هو اللي ينتبه. عرف ان وراهم ركايب، ان محولين من ركايب. اخذ السكين وراح يقص ثارهم. يوم جو للركايب معقلهن بوسطى، معقلينهن قبل ما يصلون، هو اللي عقلهن اي يعني. وراحوا يم ويذبح بعري حقاتهم. ويطلع طال عمرك قلوب والشله والشبود، ها، ويقطع وياخذ من لحمهن ويودي زوجته. قال يا مره اطبخي لضيوفنا، اطبخي. هم ما دريوا، لا ما دريوا. ويعطيهم يحقهم يطبخون له. دم مره تطبخ ويجيب الشبد والشوايه من تودا البعارين ويقوم يشويهن ويمسته ويقوم ياكل ويعطيهم. المهم ايش، انهم تعشوا ويجيبوا لهم الصينيه مليانة اللحم ويحطها عندهم ويتعشون. قالوا كرمك الله يا حجرف، الله يغنيك جزاك الله خير. قال الله يحييكم، بس مروا ركايبكم وخذوا من جلودهن نعود لكم. هم جايين حافين لامه، ايه جايين عشان انهم ياخذون راي غادي، لان ربعه يقول كل ما اعطانا بعير ذبحوا وعطانا يوزع على قبيل من الكرم. ايه قالوا سلمك الله، مشوا وراحوا على رجليهم، راحوا لقبيلتهم، علموا يبي يعلمهم يعلمونه وش اللي حصل لهم وش اللي. المهم امام راح قبل الفجر ولا البيت يهتز بيته. قالت المرة يا حجر في حجر بيتنا يبي يطل، شوف يهتز، ما ندري هو عجاج ولا ناس تهز، ما ندري وش قم. وهو يسكع وياخذ السيف ويوم نط ولا ياكل قطيع البيت. ابل
ما شاء الله يعني. والقعده حقهم اللي احنا يسمونها القعده الظاهر او ما ادري يحطون ذهبه راح البل عليها. نعم. يوم ناظر الوسم ولا هم من القبيله اللي كان يغزيهم، شوف سبحان الله. ايوه ويبرس البل ومصبح ويضف عفشه ويضف قشه وبيته وهو يلحق ربعه محال قطيع من الابل. يوم جاء اقبل عليهم وشافوه وينزل البيت ويبني بيته، قال والبيت هذا بيت حجرف، لكن البل هذه منين جت؟ شلون؟ هالرزق على الله، شفت ولا لا؟ سبحان الله. وهذا اللي طيب مسافر يرزق الله سبحانه من شاء بغير حساب. هو طيب وكريم من شو حر نيته طيبه بعد هو. اي نيته طيبه. ما زعل ولا قال اللهم خلوني يهجوا وهجوا خلاهم، لا لحجهم ونزل عندهم. نعم. اي نعم وسلامة الحقيقه. نشكرك يا ابو نايف.